من 50 عاما حين ولدت الجمهورية اليمنية، على أنقاض ما كان يعرف قبل عام 72 أو 62 عفوا من القرن الماضي بدولة الإمامة. فشرعية الطائفة والاتكاء على كيان القبيلة وانتشار السلاح وسيادة منطقة هي عوامل فاعلة خلال المرحلتين، رغم تفاوت التحليلات بشأن ما إذا كانت قد غابت أصلا في أي مرحلة من مراحل تطور الدولة في اليمن الحديث. التقرير التالي يوجز أهم المراحل التي عبرها اليمن في مشوار تخلقه كدولة حديثة. لا ينسى اليمنيون هذا الرجل بالتأكيد، الإمام أحمد يحيى حميد الدين آخر الأئمة اليمنيين فيما كان يسمى بالمملكة المتوكلية التي حكمت اليمن تحت شرعية المذهب الزيدي منذ عام 1918 حتى قيام ثورة 26 من سبتمبر عام 2062، حين أعلن عن قيام الجمهورية العربية اليمنية بقيادة المشير عبد الله السلال. لم تفهم الثورة على أنها ثورة ضد الهاشميين أو المذهب الزيدي، خاصة وأن المذهبين الزيدي والسني الشافعي اللذين يتقاسمان ولاءة السكان عرفا على مر التاريخ تقاربا مثله بصورة واضحة فكر الفقيه اليمني الزيدي محمد بن علي الشوكاني. لم تستتب الأمور تماما لصالح الثوار، فقد استمرت محاولات الأئمة العودة للحكم حتى عام 70. لم تنجح محاولات إرساء مفاهيم الدولة المدنية بسبب الهويات القبلية والعصبية والمذهبية التي أفشلت في الشمال أي جهد لبناء دولة حقيقية. وكان أبرز مظاهر الإخفاقات اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي، وهو الرئيس الثالث لليمن بعد الرئيسين عبد الله السلال وعبد الرحمن الإرياني. في الشطر الجنوبي من اليمن كان المواطنون يقاومون الاستعمار البريطاني حتى استقلالهم عام 67. أعلن أول دستور لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عام 1970 أن الحزب الاشتراكي اليمني الذي أمسك بزمام الأمور في ذلك الحين هو القائد والموجه للمجتمع والدولة. واتخذ الحزب الاشتراكي من النظرية الاشتراكية العلمية الأساس النظري لبرامجه، وحسم صراعه مع القوى القومية والوطنية الأخرى في الجنوب لصالحه بعد تصفيات دموية كان أبرزها مذبحة يناير عام 1986. مر الشطران الشمالي والجنوبي رغم توقيع اتفاقيات بينهما بحروب عام 72 و79 و900 و1000، ولم تستقر الأوضاع فيهما منذ الثورة على الإمامة والاستقلال إلا مع توقيع رئيس الشمال علي عبد الله صالح اتفاقية الوحدة مع الرئيس الجنوبي الأخير علي سالم البيض في وحدة اندماجية عام 90. خلطت مشاكل الشطرين وأنتجت خلافات وحروبا بين قيادات الشطرين، كانت قمتها حرب عام 1994، وقد انتهت تلك الفترة إقصاء للقيادة السياسية والعسكرية الجنوبية وسيطرة لنظام صالح ورحيلا واسعا لقيادات الحزب الاشتراكي إلى الخارج. انفتحت شهية نظام علي صالح فيما بعد للاستحواذ على مقدرات الحكم، وهيمنت فكرة التوريث وكرس كل مقدرات البلاد لتحقيق حلم نقل السلطة لنجله، فكان ذلك محددا جوهريا لأدائه السياسي، فكثف من لعبه بأوراق قاتلة كلعبة التناقضات المذهبية والعصبيات المناطقية الجهوية لضرب خصومه ببعضهم، مما أفضى إلى حالة تشوهات في البلاد أسفر عن ثورة شبابية أرادت أن تغير ذلك الواقع البائس بيمن جديد. غير أن التسوية أبقت على جوهر المرض إذا جاز التعبير الذي ظل ينخر في الجسد الوطني، فأفرز هذا الصراع الذي حمل عنوانين: في شمال اليمن صراع المذهبيات، وفي الجنوب صراع المناطقيات. وكنتيجة لكل هذا التلاعب خلف صالح لليمن مجموعة مشاكل، بينها جماعة الحوثي المسلحة التي تتوسع في مناطق جغرافية تحسب على أبناء المذهب الزيدي. فالحوثيون استعادوا كل مقولات الزيدية المتشددة، وبينها انحصار الحكم على البطنين وهما الحسن والحسين ابن الإمام علي بن أبي طالب، بالإضافة إلى المظلوميات التاريخية، معتمدين على دعم إيراني بدأ قبل سنوات كثيرة لتكريس التشيع السياسي وتحقيق أغراض في منطقة طالما حلمت إيران بامتلاك نفوذ فيها، وهي الطريقة المثلى لها لإزعاج جيرانها الخليجيين وفي مقدمتهم السعودية.